وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل من السودان يسأل يقول: زوجتي أرضعت بنت أختها مع بنتي أكثر من 5 رضاعات مشبعات، وسؤالي: هل تعتبر أختا لكل أولادي بحيث تستطيع أن تجلس وأن تخلع نقابها أمامهم، أم هي أخت لبنت التي رضعت معها فقط؟ نقول بالله التوفيق. هذا الذي يسمى اليحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي أخت لكل أولادك، وهي أخت لكل أولادك إن شاء الله عز وجل. ويجوز لها أن تجلس معهم من غير نقابها. وبقية أخوات هذه التي رضعت ليست أختا لأولادك، بل يجوز أن يتزوجوا منهن. أما بالنسبة للتي رضعت أصبحت محرمة، فلا يجوز لأحد من أبنائك أن يتزوج بها، فهي الآن أخت لكل أولادك إن شاء الله عز وجل، أخت لكل أولادك إن شاء الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم وحده وعلى الحمد لله رب العالمين. تم تعالى صوتي في ظهيرة يوم الأربعاء ل17 خلونا من ذي الحجة الحرام لعام 44 من أجل عدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وأخي المسلمين، وعلى طاعتك حفظته وارزقني برعاية رب العالمين، واشفيها وأخي شفاء لا يغادر سقما ولا جميع بعض المسلمين.